كفاح كبيرة بدأت من سنين 1911 ميلاده هندسة فن متعة احنا معروفين كبرنا دينا على وحدة ولاده فكرة وجت ليبرز باخوذ التحدي كان مضطر لجنسيات على أرض حرة جابوا رئيس مصري بدأ الكفاح مع نادينا سطر تاريخ كبير عريض كتب الحكاية وهي القناة في الهجرة اختاروا نادينا وسندنا بعض في كل محنة هذه البداية.